كيفكم أصدقائي؟ اليوم جاييكم بفيديو لحالي طبعاً. رح نحكي بهذا الفيديو لحالك؟ ممكن ركز أنا بالشو اسمه؟ اليوم في عندي أسئلة منكم لإلي، إنه في سؤال أول قال فيسان أنت بتحبي وسام أم لا؟ الله وكيلكم. قال شو قال إذا طلب إيدك بتوافي؟ هيك حقبر هي يعني شو بدك؟ لك والله العظيم كذاب عن جد مستفز. شوفي والله العظيم كذاب. وسام ما بتعرف الحية اللي بيعملها حتى بس يوصل لكلمة بحبك مني. وسام مكتوب انت بتحبي وسام ام لا؟ هذا سؤال بنسأل. لا بشرفك، مو ملاحظ، مو مبين، مو ظاهر، مو لك والله العظيم. حتى كان في سؤال تاني هلا بنوصل له، انه كيف تعرفتي على وسام وكيف فتي فريق كانت تقعد تحت هون؟ كان كل يوم يبعث لي رساله، كان عندنا هون باب السيده، تمام، باب السيده هيك تمام، كل ما افتح شو اسمه انا وطالع الاقي رغرة تنط قدامي. وسام لازمكم شيء سكتشات، تصوير، تحديات، لايفات، كذا. عم مش كذاب بدك ولا كذاب. السؤال الاول لابيسان، قديش نمره رجليك؟ 37 45. هذا السؤال من مو زلمة؟ عنجد؟ مو زلمة فشت لي خليقة. ليش انت طفولية زيادة عن اللزوم؟ عنجد هذا التعليق يعني عنجد يعني شو بقول لك؟ لا ما لك طفولية. هيك مبينا بدي بوزة ما بعرف شو ما بدي صور من على اليمين انا البوز تبعي من ما ها انت ليش طفولية؟ ليش انت ليش عمرك؟ قديش عمرك؟ لحظة هذا في سؤال، لا تجاوبي، لا تجاوبي، لحظة ما حنحرق السؤال، لا جديد. ليش انت طفولة؟ تفضل. انا كبيرة وما لي طفولية وانت الطفلة، طلعها من قناتك من انستغرام. قال ليش ما تمشطين شعرك؟ اول شيء بس دقيقة، انت رايح قاصص تعليقات متنمرين كلياتهم؟ لا وجاي لعندي نقيت افضل تعليقات واحلى تعليقات والاكثرها بهرجة. اكثرها باقي التعليقات كانت ما بين الحية البرتقالية. المهم تفضل، ليش ما بتمشطي شعرك؟ لانه لا ما بيحتاج، او الصراحة ما لي خلق، يعني ما بحب مشط شعري، بحس هيك طبيعي ومريح وهيك مريح لك بس عيوننا عم توجعنا. ماشي. هلا هذا السؤال كمان رجع مر معنا ما بعرف ليش صدفة، انه بيسان انت بتحبي وسام ام لا؟ واذا طلب ايدك بتوافقي؟ الله وكيلكم. عم تلمح، عم تيجي تقلي اجا ابن خالتي طلبني، انه على اساس انه شو انه انا حانفق لك يا عيني؟ لا ابن خالتي طلبني، شو دخلني بابن خالتك انا؟ هيك العرسان علي، فهم بقى. شفتوا قالوا اذا طلب ايدك بتوافقي؟ يعني انا اذا نزلت هيك على رتبه واحده تمام، بس كنت مثلا بدي اربط البوت تمام، دغري انا عم بنزل اربط الرباطات البوت دوتي يس ايه موفقه. شبك وبيجي واحد بيقول لي بتوافق ولا ما بتوافق؟ يا عيني هلا نحن اكيد لا هيك بعمل له هيك. بس اللي شد لغطه شوي هيك هيك ايش كمان شوي بس خلص بس لا رجعي بلا بس رجعي هيك شوي على اليسار كترتي. استغفر الله العظيم خلصنا. اوكي سؤال لبيسان وبكل صراحه، جاهزة؟ جاهزة. بيسان عندك حبيب؟ يس. وات؟ صدمة كبيرة يا والقلب. عندك حبيب؟ عن جد تحكي؟ طلع عندك حبيب؟ شو فكرك؟ شمس خالدي قال شو أكثر حيوان أليف بتحبيه؟ طبنجة. أبي شوي، لا بحب الأرنب والقطة ووسام وشو كمان؟ وسام. بدك تعمل أغنية كمان مثل بيجيبنا نحنا أو فيديو كول، بتمنى ترد بحبك. شفتوا؟ عساس عندك بوي فريند؟ ما دخل يعني. شو؟ عجل. انت بتقول بحبك؟ هو كاتب لك بحبك. لا مو مكتوب هيك بالتعليق، كانت طلعت من قلبي. لا انا ما مو مكتوب بالتعليق صراحه اصدقائي، ظاهره مكتوب عندنا عم تبي ساعه عم تحلم فيني بالليل وكذا وهيك. لا فسر. ايه رح اعمل اغنيه ان شاء الله يا رب اذا لحقت، انا كثير متوتر هاي الفتره بكل صراحه بحكي لكم. على الخمسة مليون، مشان هيك ما كنت عم بنشر فيديو الاسبوع الماضي مثلا، ما نشرت فيديو لانه خايف اوصل ال 5 مليون مشترك بسرعه. والله عن جد هذا اللي صار
وحابب لما نوصل له تكون هيك فرحة كبيرة ويكون في عدة شغلات جاهزة ويكون في فيديو كليب يعني بيستاهلكم. فيديو كليب بيكون كتير قوي مشان هيك تكون فرحة فرحتين. بس هتنزلني فيه للكليب؟ Oh hell no. هيبي ما بعرف شو غني عمل حركات قال يعني تبع مثل تبع التيك توك انت مو هيك بتحب كثير بموت بموت ايه وبالذات تعملي تعلمي لي هاي الحركه تبع التيك توك هي انا يعني هيك انا بدوب فيها تبع لازم تقطع الشاشه بيسان كيف تعرفتي على فافا نابولي؟ مثل ما قلت لكم انا كنت انزل هون من باب السيتي هذا الباب تبع السيارات اصدقائي كذب طبعا لا لا مزبوط عادي لا كذب لا لا احكي له ما في شيء لا ويسان كل يوم يبعث لي رساله بالليل يا بيسان عشان الله فوتي تسوي معنا والله العظيم الفريق ما عم يتحمل ما عم يتحمل بدون ما تحكيها انت هون ليش تحكيها انت هون طيب بيسان مين اقرب لك ميرو او بيسان طبعا بدها اثنين يحكوا فيها بدها اثنين يحكوا فيها معقول طبنجة وات هلا بالشغل ميرو بالحياة الواقعية كمان شو هو برج بيسان هي من مواليد برج الكلب ما انا برج الكياتي وبرج البسبسة القوس شو القوس القوس قوس قديش كان مصروفك وانت صغيرة يعني الصراحة أنا كنت بنت كتير مدللة وكتير بنت البابا بتعرفوا لا صراحة ما بعرف ما بتذكر كلمة الله يرحم الخماسيات اللي كان دقك ياهن أبوك على وجهك لا والله ما بعرف ما بتذكر الليرة السورية بس بتوقع يعني مثل تذكر باليورو هي بتعرف والله ما بتذكر ليش بتصرخ وهي بتحكي هلا السؤال مكتوب من لين سكال بس فعليا صاحب السؤال حقيقي هي إدني اليمين ليش بتصرخ هي وبتحكي مع سمايل من هذا أيوة عن جد ليش؟ شو الشيء اللي بيخليك تستمر بالفريق؟ وإذا اضطريت تصوري لوقت متأخر أهلك بيسمحوا لك وبيأمنوا لك كونك عم تصوري مع ما مو مكفى السؤال بس بتوقع مع وسام أو مع الفريق هيك بتوقع الجو بيخليني استمر يعني ما زال الجو حلو ونحن متفقين وهيك هذا الشيء بيخليني استمر وبالنسبة لأني أنا إذا أهلي بيخلوني أطول برا البيت بالتصوير وهيك كذا بس لما كم عم تصوري مع وسام لما بصور مع وسام والله جد هي شغلة صح أول مرة بحكي شغلة صح صراحة أهلي كتير كتير بحبوا وسام ويثقوا فيه يعني كفي كفي انزعجت عم بتذكر لما بيكون عندي ترى على حالي أهلي بيقولوا لي لا ما بعرف شو بس لما يكون وسام موضوع بيمشي الحال مين ممكن تقبل تتزوجي وسام أم طبنجة؟ هلا طبنجة رفيقتي يعني ما بعتبر هيك ايه اضحك كتير وهذا اختر الصغيرة لرفيقتي فكيف يعني ما بتزبط